في الاتندنس دلوقتي علشان بس الغياب بتاعه. انا بدات ريكروت الجماعه وتعالوا هنبدا السكشن، واللي جاي متاخر ده بقى ايه هو المسؤول عن نفسه. طيب بصوا يا جماعه، احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل على هنشرح او هنعيد مش هنشرح هنعيد شرح النظري اللي دكتور ايمان شرحته في المحاضره، يعني لان احنا في الشيت واقفين معاها فاحنا مش عايزين نسبقها في الشيت، عشان كده احنا مش هنخش النهارده في حل المسائل بتاعت الموتورز اللي هي الجزء المفضل لنا اصلا في المنهج. احنا اللي فضلنا في المنهج مسائل الموتورز بس، فهنعيد النهارده شرح الموضوع النظري اللي هو بيتكلم على الكونستراكشن اللي كنا في السكشن الاولاني بتاع الدي سي ماشين عدينا عليه بسرعه. فتعالوا كده نفتكر يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. احنا عرفنا ان الدي سي ماشين بتاعتي عباره عن ستيتور وروتور، والاثنين دول مش شكلهم مهندس قالت في كويس في الكلام ده المره اللي جايه في السيكشن في الايه؟ قالت في السكشن في كويس في المره يعني بعد ما اخلص سكشن هبعت لكم كويز وهقول لكم ده هيتفتح من الساعه كذا للساعه كذا وتخشوا تحلوه، ده كويز ام سي كيو. ده النهارده ولا انت؟ طيب بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا المكنه بتاعتنا عباره عن ستيتور. الستيتور ده عباره عن اسطوانه. الاسطوانه دي متفرغه من جوه، ليها قاعده كده. اللي مرسوم بالاسود عندي ده يا جماعه هو الستيتور بتاع المكنه، وهنتكلم على بالتفصيل هو عباره عن ايه، اللي هو الستيشنري بارت، الجسم الثابت بتاعها. وجوه الستيتور ده في اسطوانه تانية يا شباب اللي هي مرسومه بالاحمر دي. دي اسطوانه داخله في الفراغ بتاع الاسطوانه الكبيره، نظللها كده عشان تبان. اللي هي بالاحمر دي يا جماعه دي اسطوانه تانية، دي اسمها الروتور. ودي اللي بيبقى راكب عليها الشفط اللي هو الدراع بتاع الدي سي ماشين، الشفط بتاعي. الشفط ده يا جماعه هو الجزء اللي بيلف، الجزء اللي طالع من المكنه بتاعتي وبيلف. بصوا احنا النهارده في السكشن بتاع النهارده عايزين نتكلم على الدي سي ماشين كونستراكشن بقى بالتفصيل، ونقعد نشوف كل حاجه من دول عباره عن ايه بالظبط. بس تعالوا نكون متفقين يا جماعه ان الكونستراكشن بتاع الدي سي ماشين هو ستيتور وروتور، والاثنين دول بيزيد عليهم حاجه اسمها الكوميوتيتور. والبراشز، ودول ليهم وظيفه معينه هنتكلم عنها، او احنا كنا اتكلمنا عليها في السكشنز اللي فاتت بالتفصيل، ان هو بيحول الاي سي اللي بيتولد جوه الكويل نفسه لدي سي. احنا النهارده عايزين ناخد بقى كل حاجه من دول بالتفاصيل بتاعتها. تعالوا نبدا كده يا جماعه باول جزء من اجزاء الدي سي ماشين اللي هو الستيتور بتاعي. فالستيتور بتاعي عباره عن ايه يا جماعه؟ الستيتور بتاعي عباره عن الاسطوانه اللي احنا كنا رسمناها. انا هرسمها بس مش هرسمها 3 دي زي ما كنا رسمناها في الرسمه اللي فاتت، هنرسم مقطع ليها بس. يعني الاسطوانه بتاعتي شكلها عامل كده، ادي اسطوانه اولانيه اللي هي الاوتر ريدياس بتاعها، وجوه منها في الانر ريدياس اللي جوه. يعني هي كانها اسطوانتين كده جوه بعض ومتثبته تحت على قاعده. اللي انا رسمته دلوقتي باللون الاسود ده يا جماعه حاجه اسمها الستيتور يوك، او جسم الستيتور. طيب اليوك ده ايه وظيفته يا شباب؟ اليوك ده تعالى نتفق ان الوظيفه الاولانيه بتاعته ان هو الاستيشنري بارت، وظيفته ان هو يثبت المكنه، يفكس الماشين بتاعته، ده الجسم الخارجي بتاع المكنه. بس مش دي الحاجة الأساسية اللي احنا عايزين نتكلم عنها يا شباب. احنا عايزين نتكلم على وظائفه اللي هي إلكتريكالي ايه؟ أنا بعمل بيه ايه؟ دي حطيته أصلا. ما هو طبيعي المكنة بتاعتي هتثبت على جزء. اشمعنى اليوك ده وليه عملته حديد؟ اليوك ده الماتيريال بتاعته بتكون حديد يا جماعة. ليه عملنا اليوك بتاعنا حديد؟
تعالوا نتفق ان السيدرو بتاعي عبارة عن جسم اليوك اللي بره ده وراكب عليه بولز. انا هرسم البولز بالاحمر دلوقتي، واحد وقصاد واحد تاني، واحد وقصاد واحد تاني، دول يا جماعة اللي مرسومين بالأحمر دول اسمهم البولز. المكنة اللي رسمها دي يا شباب فور بولز ماشين، مكنة فيها أربعة بولز. بص يا جماعة البولز دي اللي هي بيتلف عليها الملفات، يعني في كويل بيتلف هنا وكويل بيتلف هنا وكويل بيتلف هنا، الأخضر دي كويلز وكويل بيتلف هنا. الأربعة كويلز دول بيتوصلوا سيريس مع بعض، الأربعة كويلز متوصلين مع بعض وطالع منهم بطرف بوزيتيف وطرف نيجاتيف اللي هم أطراف الفيلد وايندنج. إحنا يا جماعة الوظيفة بتاعت البول بتاعنا بتاعت اليوك بتاعنا إن هو أول حاجة بول ماونتنج، هو محطوط عشان يثبت البولز، عشان البولز تثبت عليه، لأن الأربعة بولز دول لازم يثبتوا في أماكنهم. عشان نعرف الوظيفة التانية بتاعته يا شباب، تعالوا نتفق إن البولز دي هي اللي بتكاري الفيلد وايندنج، واحنا عارفين الفيلد وايندنج دي اللي بنمشي فيها تيار اسمه اي اف عشان تعمل لي فلكس جوه المكنه. عشان نفهم الموضوع الثاني او الوظيفه الثانيه لليوك يا شباب، تعالوا نشوف البولز دي بالتفصيل. مبدئيا اول حاجه عدد البولز اللي جوه المكنه لازم يبقى عدد زوجي. عدد البولز اللي جوه المكنه عدد زوجي ليه يا جماعه؟ حد فيكم سمع قبل كده عن نورث بول ملوش ساوث؟ في حاجة في الدنيا اسمها ماجنتيك مونو بول، يعني بول واحدة لوحدها كده قاعدة في حتة. عدم ردكم ده بيأكد كلام يا جماعة ان مفيش حاجة في الدنيا اسمها مونو بول، علشان كده لازم كل نورث يبقى ليه ساوث. وترتيب النورث بولز والساوث بولز جوه المكنة بيبقى ماشي بالترتيب، يعني نورث لازم اللي جنبه يبقى ساوث، لازم اللي جنبه نورث، لازم اللي جنبه ساوث. فانا المكنه دي يا جماعه كده فيها اربعه بولز نورث ساوث نورث ساوث، ما ينفعش نحط اثنين نورث جنب بعض والا هنعتبرهم بول واحده، او اثنين ساوث جنب بعض والا هنعتبرهم بول واحده. دلوقتي انا عارف ان الفلكس بيطلع من نورث ويدور على ساوث، فانا في عندي فلكس لاينز اهي، واحد طالع خطين طالعين من النورث اللي فوق فبيدور على ساوث، واحد فيهم هيروح للساوث اللي جنب منه يمين وواحد هيروح للساوث اللي جنب منه شمال. الفلكس يا جماعه فلكس الماجنتيك فيلد لاينز دي لازم تقفل على بعض، فدي الوظيفه الثانيه لليوك، ان الفلكس اللي طالع ده يرجع يلف جوه جسم اليوك ويقفل الباص بتاع الماجنتيك سيركت، ونفس المكان نفس الكلام على الباص الثاني يرجع يلف في اليوك ويقفل الماجنتيك سيركت. وبرده في عندي فلكس طالع من هنا راجع كده، وفلكس طالع من دي راجع فاحنا يا جماعه الوظيفه الثانيه بتاعت اليوك عندنا جنب ان هي بتثبت البولز ان هي بتقفل الماجنتيك باس بتاعي. بتقفل الباس للماجنتيك سيركت عشان الفلكس بتاعي اللي هو مرسوم بالاصفر ده يلف جوه المكنه ويرجع يقفل على نفسه ثاني. ماشي يا شباب؟ الناس معايا يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس. معاك يا باشمهندس. لما باخد سيكشن عارف ان بيبقى في ناس كتير قوي قاعده فاتحه الميتنج ومش سامعه حاجه وبتعتمد على الريكورد، بس انتوا ثلاثه فما ينفعش انتوا ثلاثه تبقوا نايمين معايا، يبقى انا كده عمال بتكلم على فاضي. والله معاك يا باشمهندس صحيح والله. طب ردوا عليا. يا جماعه ان الستيتور فهمنا ان الستيتور عباره عن يوك وبولز بيثبت البولز عليه اللي هي بتشيل الفيلد وايندنج، وبعد كده اليوك كمان بيقفل الماجنتيك باس. ماشي يا جماعه؟ دلوقتي عدد البولز بتاعت المكنه زي ما اتفقنا هو لازم يبقى عدد زوجي اسمه بي. بي ده هو النمبر اوف بولز، عدد البولز اللي جوه المكنه بتاعتي.
ماشي يا جماعة. طيب تعالوا نتكلم على الروتر. نتكلم على الروتر بتاع الدي سي ماشين اللي هو الاسطوانة التانية اللي كانت عندنا. الروتر بتاع الدي سي ماشين يا جماعة هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن اسطوانة. زي ما انا رسم كده هو عباره عن اسطوانه يا جماعه، وبروح انا جاي قاطع سلوت في الاسطوانه دي، قاطع كده شق فيها، والشق ده بطول الاسطوانه كلها في اتجاه الاكسيا اللينس بتاع الاسطوانه يعني، واجي الف الكويل بتاعي اللي مرسوم بالاحمر ما بين الاثنين سلوتس اللي قصاد بعض دول. الف الكويل بتاعي، اخش في السلوت دي وارمي الكويل، الف من ورا بقى واطلع من ثانيه وارجع اعمل لفه ثانيه، لفتين تالتة ورابعة حسب عدد اللفات بتاعة الكويل بتاعي يا شباب. ألف على التو جروفز اللي أنا عملتهم دول، ألف كويل كده المكنة دي ملفوف فيها كويل واحد. قلت لك يا باشمهندس المكنة ما تبقاش كويل واحد، أنا بروح جاي فاتح اتنين سلوتس كمان قصاد بعض مثلا، وأروح جاي لافف كويل تاني اللي هو بالأصفر ده، كده المكنة دي فيها تو كويلز. اروح جاي فاتح سلوت تانية اللي بالازرق دي، اروح جاي فاتح سلوت رابعة، واقعد الف بقى يا جماعه كده في كويلز على طول المكنه. عايز احط كويلز تاني، اقسم المسافه اللي ما بين اي اتنين كويلز واحط فيها كويل تاني زي ما انا عايز. كده اللي انا رسمه دلوقتي ده يا جماعه المكنه بتاعتي فيها اربعه كويلز، واحد بالاحمر، واحد بالاصفر، واحد بالاخضر، واحد بالازرق. يعني انا في عندي يا جماعه ثمان اطراف سلك، طرفين بتوع الكويل الازرق، طرفين بتوع الكويل الاحمر، طرفين بتوع الكويل الاخضر، وطرفين بتوع الكويل الاصفر. انا في عندي يا جماعه هنا 8 ترنرز. اللي هم يعني 4 كويلز. بنوصل الترنرز دي ازاي بقى يا جماعه؟ دي الحاجه المهمه اللي احنا عايزين نتكلم عليها دلوقتي. انا في عندي 4 كويلز. والله يا باشمهندس ممكن واحد يقول لي انا عايز الاربع كويلز دول اوصلهم كلهم سيريس مع بعض. يعني اوصل كويل في الثاني في الثالث في الرابع الاربعه سيريز. واحد تاني يقول لي لا يا باشمهندس ده انا عايز الاربعه كويلز بتوعي كلهم بارلل. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه متوصلين بارلل، اعمل كلهم سيريز ولا كلهم بارلل؟ قلت لك هو انت ليه اصلا هتعمل سيريز وبارلل؟ تعالوا بصوا معايا، لو عندي كويل واحد او كل كويل من الاربعه دول بيولد لي فولت اسمه اي سي او اي بتاعه الكويل، وبيطلع تيار اسمه اي سي. في السيريز كونكشن يا جماعه دي كده انا مطلع توتال كارنت، او اقدر احصل على توتال كارنت قيمته اي سي، لان كل كويل فيهم هيطلع تيار اسمه اي سي، كلهم متوصلين سيريز، يبقى انا الكومباينيشن كلها اخرها اي سي. بس هتطلع لي اي زائد اي زائد اي زائد اي، يعني هتطلع لي فولتج 4 اي سي. الكومباينيشن الثالثه الكومباينيشن الثانيه اللي هم كلهم بارلل فيها، كل كويل بيطلع لي اي زائد اي زائد اي زائد اي، يبقى التوتال كارنت اللي اقدر اطلعه هو 4 اي سي، بس الفولت اللي هتجيبه يا باشمهندس اخره اي سي. يعني انت لو وصلتهم سيريس هتعرف تعلي الفولت بتاع المكنه، ولو وصلتهم بارلل هتعرف تعلي التيار بتاعها. قلت لك يا باشمهندس خد بالك لان الموضوع ده مش بمزاجك، يعني انا ما ينفعش اخدهم كلهم سيريس ولا كلهم بارلل ولا اقعد العب فيهم. احنا في عندنا اثنين كونكشنز للدي سي ماشينز مشهورين جدا، دول اللي عايزين نتكلم عنهم. بس تعالوا نتفق ان احنا دلوقتي في عندنا اربعه كويلز وعايزين نوصلهم. الاربعه كويلز دول يا باشمهندسين يا اما هيتوصلوا حاجه اسمها لاب، يا اما هيتوصلوا حاجه اسمها ويف.
لاب او ويف، ايه اللي بيحكمهم يا شباب؟ حاجه اسمها الاي او النمبر اوف بارالل باث. انا في عندي كام باث بارالل في في اللف بتاعي او في الملفات بتاعتي. على الاثنين كومبينيشن دول، انا هنا الكومبينيشن اللي ناحيه الشمال اللي فيها سيريز كلهم مع بعض، انا عندي باث بارالل واحد بس، مفيش اي حاجه بارالل ليه. في الكومبينيشن الثانيه انا في عندي 1 2 3 4، لما وصلتهم كلهم بارالل بقى عندي 4 بارالل باث. بصوا انا ما بقاش الموضوع بقى مفتوح لي كده عايم، احنا بنبقى محكومين يا جماعه، يا اما عدد البارالل باث يبقى بيساوي عدد البول، يا اما عدد البارالل باث يبقى بيساوي 2. يعني على المكنه اللي هي 4 بولز اللي كانت معانا من شويه دي يا شباب، المكنه دي اللي احنا كنا لسه رسمينها من شويه، اللي هي فيها 4 كويلز وعدد البولز بتاعتها 1 2 3 4 بولز، المكنه دي لو حبيت تلفها لاب، لو حبيت تلفها لاب يبقى عدد البارلل باسز هو عدد البولز، يبقى انا لازم احط في المكنه دي 4 بارلل باسز، فهروح موصل ال 4 كويلز بتوعي بارلل مع بعض، وساعتها هاخد تيار عالي. لو انا عندي المكنه دي عايز الفها ويف، يبقى لازم اعمل 2 بارلل باسز، 4 كويلز عايز تقسمهم على 2 بارلل باسز، 4 على 2 فيها ال 2، يبقى هتحط 2 سيريز مع بعض و2 سيريز مع بعض، ودول كده بارلل، وساعتها هتاخد فولت عالي. فانت بتحدد المكنه بتاعتك هتلفها لاب ولا هتلفها ويف، بيزد على ايه يا باشمهندس؟ بيزد على انت عايز فولت عالي ولا تيار عالي. ماشي يا جماعه، بصوا احنا خدنا الاكزامبل ده على المكنه الاربعه، لو كانت المكنه بتاعتي مثلا 8 كنا عملنا ايه؟ المكنه بتاعتي لو كانت 8 كويلز 4 بولز، 8 كويلز انا عندي 4 باصز، 8 كويلز على 4 باصز يبقى كل باص يكون شايل 2 كويل، يبقى احط 2 سيريس، 1 2 1 2 1 2 1 2، هوصل كل 2 سيريس مع بعض، وفي الاخر هاخد الباسز دي كلها بارلل، يبقى انا عملت يا جماعه 4 بارلل باسز برده من 8 كويل. لو هتلفها ويف يبقى 8 على 2 فيها 4، يبقى كل باص فيه 4 كويلز، 1 2 3 4، 1 2 3 4، وتوصل ده وده بارلل مع بعضه، يبقى عندي 2 بارلل باصز من 8 كويلز. فانا بقسم عدد الكويلز بتاعتي على عدد البارلل باصز عشان اعرف كل باص هيكون فيه كام كويل. هنا فيه 2 كويل بير باص، هنا فيه 2 كويل بير باص، هنا فيه 4 كويل بير باص. ماشي يا شباب؟ ماشي يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس. جميل جدا. طيب عايزين نتكلم بقى على الحاجه الثالثه في كونستراكشن بتاع الماشين بتاعتي. احنا اتكلمنا على الستيتور والروتور، عايزين نتكلم على الكوميوتيتور. بصوا يا جماعه، الكوميوتيتور بتاعنا احنا اتكلمنا عنه بتفاصيله وفهمنا في السكاشن اللي فاتت او في السكشن الاولاني في الدي سي ماشين ازاي الكوميوتيتور ده بيحول الاي سي لدي سي. انا عايز افهم دلوقتي بقى الكونستراكشن بتاعه ايه، لان احنا اتكلمنا على كوميوتيتور عباره عن 2 سيجمنتس بس. بص يا جماعه، تعالوا نتخيل لو في عندي 2 كويلز، ادي كويل مرسوم بالاحمر اهو. لو مش مهندس، في واحد اسمه حسين عايز يخش، بس حضرتك عملت له موت. اي حد يعمل له، اي حد يعمل له ادميت، انا ما عادش بقول لحد. ما هو اصلا مش ظاهر ان هو عايز يخش، مش باين عنده. مش ظاهر ازاي؟ لا مفيش حد في الويتنج روم موجود، انت صلاح وعماد بس. خلاص تمام. ادي كويل يا جماعه اهو بالاحمر، وكويل تاني عمودي عليه. اللي هو مرسوم بالاصفر، وادي الطرفين بتوعه. انا كده المكنه بتاعتي يا جماعه فيها 2 كويلز.
وعايز احطهم على كوميتيتور. قلت لك يا باشمهندس الكوميتيتور ده كل كويل ليه طرفين، يبقى انا عندي اربع اطراف، يبقى هيكون عندي اربع سيجمنت على الكوميتيتور. يعني الرينج بتاعتي يا شباب، الرينج النحاس بتاعتي دي انا هروح اقسمها اربع حتت. هقسمها اربع حتت ازاي يا جماعه؟ هقسمها ادي واحد اربع تربع يعني، واجي الربعين دول بتوع الكويل الاصفر، فيهم طرفين الكويل الاصفر، الربعين اللي قصاد بعض، والربعين اللي قصاد بعض اللي بالاحمر دول فيهم الكويل الاحمر، واوصل الاصفر ده بالسيجمنتس بتاعته، واوصل الاحمر بالسيجمنتس بتاعته، واركب الدي سي براشز بتاعتي فوق هنا. بصوا يا جماعه، كل ما الكوميوتيتور سيجمنتس دي تعلى بنحسن الفولت. بنحسن الفولت ازاي؟ انا دلوقتي الفولت اللي بيتولد عندي جوه المكنه شكله عامل ايه؟ شكله اي سي يا باشمهندس، شكله عامل كده. الكوميوتيتور لما احط كوميوتيتور على كويل واحد بيعمل لي كده، يقلب النيجاتيف بوزيتيف. بصوا يا جماعه، هو طلع لي دي سي بس ستيل بيديني بلصات. الفكره بقى لما يبقى في عندي كويل تاني، يعني لما يبقى فيه تو كويلز راكبين مش كويل واحد، اللي بالاسود ده لو كويل واحد جوه المكنه، لما يبقى فيه اتنين كويلز، الكويل الاولاني بيطلع فولت شكله عامل كده اللي هو بالاحمر، والكويل الثاني بيطلع اللي هو بالاصفر بيطلع فوق فولت زيه بالظبط بس متشفت عنه 90 درجه، يعني شكله عامل كده. وفي الاخر يبقى التوتال بتاعي هو مجموع الاثنين اللي هو البيكس بتاعتهم، يطلع معايا شكل الفولت حاجه قريبه من الدي سي. فاحنا قربنا من الدي سي لما عملنا اتنين كويلز بس. طب لو عامل اربعة هتقرب اكتر، لو عامل ستة هتقرب اكتر، لو تمانية هتقرب اكتر. ماشي يا شباب؟ فكل ما السيجمنتس دي تزيد، كل ما عدد السيجمنتس بتاعت الكوميوتيتور بتزيد، شكل الفولت بتاعي بيبقى سموث اكتر. الفكرة كلها يا جماعة ان عدد السيجمنتس ده محكوم بالبارالل باسز. الاتنين اللي بالاحمر والاصفر دول مش اتنين كويلز، ده اتنين بارالل باسز. بمعنى ان عدد السيجمنتس، انا هقسم الكوميوتيتور ده، الكوميوتيتور ده يا جماعه هقسمه كام سيجمنت؟ قلت لك على حسب البارلل باسز، عدد السيجمنتس هو 2 في عدد البارلل باس. يعني المكنه بتاعتي لو كانت ملفوفه ويف، يبقى عندي 2 في 2 يبقى لازم يكون فيها 4 سيجمنتس، يبقى الرينج بتاعتي هقسمها 4 ارباع. لو المكنه بتاعتي ملفوفه لاب فيها 10 بولز، يبقى عدد السيجمنتس 2 في 10 يبقى 20 سيجمنت. على حسب عدد البارل الباسز بيبقى عندي عدد سيجمنتس في الكوميتيتور ده. ماشي يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس. طيب احنا كده خلصنا الجزء النظري المرتبط بالكونستراكشن. تعالوا نتكلم بقى على معادلة الـ EMF اللي احنا كنا كتبناها قبل كده. EMF عايزين نعمل البروف بتاعها يا جماعة. بصوا، بروف المعادلة بتاعت الـ EMF ده جاي من انت لو في عندك كويل واحد، انا هفترض دلوقتي لفة واحدة، بصوا كويل واحد اهو عبارة عن لفة واحدة، الكويل ده محطوط في مجال مغناطيسي اللي هو مرسوم بالازرق بي، واتجاه الدوران بتاع الكويل الطرف اللي ناحيه الشمال داخل جوه الصفحه، والطرف اللي ناحيه اليمين خارج بره الصفحه، يعني اتجاه الدوران بتاع الكويل بتاعي عامل كده. بصوا تعالوا نكون متفقين يا جماعه كده، الكويل ده ليه اربع رجول او اربع اطراف، يعني اربع فور ارمز. الطول بتاع الطول اللي هو الفيرتيكال ده اسمه ال، والطول الهوريزونتال ده اسمه 2R. ليه اسمه 2R يا جماعه؟ R ده هو الريديوس بتاع الروتر نفسه، لان الكويل ده بيكون ملفوف على جسم الروتر. الاثنين اللي فوق واللي تحت يا جماعه مش هيتولد عليهم اي ام اف، لان الاثنين اللي فوق واللي تحت دول لما بيلفوا في اتجاه موازي لاتجاه المجنتيك فيلد. وعشان يتولد عندي اي ام اف لازم الكويل بتاعي يكون بيتحرك عمودي على المجنتيك فيلد. طيب احنا يا جماعه في عندنا اتنين كويلز الاي ام اف عليهم بزيرو، اللي هم او اتنين ارمز، انا اسف، اتنين كوندكتورز
بزيرو؟ اتنين ارمز الاي ام اف عليهم بصفر يا جماعه، اللي هو اللي فوق واللي تحت والاثنين اللي ناحيه اليمين والشمال بس، او الاثنين كوندكتورز دول هم اللي هيبقى عليهم اي ام اف. بصوا الاي ام اف اللي بتتولد يا جماعه المعادله بتاعتها اي بتاعه الكوندكتور الواحد هي بي الماجنتيك فيلد في اللينس بتاعه في الفيلوسيتي. دلوقتي انا اللي اعرفه عن الروتور مش الفيلوسيتي بتاع كل كوندكتور من دول، انا اعرف الانجلر فيلوسيتي بتاعته. والناس بتوع ميكانيكا قالوا لي ان الفيلوسيتي اللي هي اللينير فيلوسيتي بتاعه الدراع ده في الحركه الدورانيه بتساوي اوميجا في الريديوس، فيبقى الايد على كل كوندكتور هي بي في ال في الاوميجا في الريديوس بتاع الروتور. طب انا عندي كام كوندكتور متوصل مع بعض على الرسمه دي يا شباب؟ في عندي كوندكتور واحد كوندكتور اتنين كوندكتورز سيريز، بس انا عندي المكنه ما بتكونش عباره عن كويل واحد او اتنين كوندكتورز بس متوصلين سيريز مع بعض، ده انا في كل باص في عندي كوندكتورز كتيره متوصله مع بعض. بصوا الزد احنا بنفترض ان الزد ده رقم ثابت هو التوتال نمبر اوف كوندكتورز. لو المكنه بتاعتي فيها 1000 كوندكتور وفيها اتنين باص، يبقى كل باص فيه كام كوندكتور يا شباب؟ يبقى كل باص فيه كام كوندكتور؟ 4. اللي هي خدت ال 1000 قسمتها على عدد الباصز 4 يبقى 250 يا ابني. 250 يا شباب. فمن الاخر يا جماعه عدد الكوندكتورز اللي متوصله سيريس مع بعض هي عباره عن التوتال نمبر ده مقسوم على عدد الباصز. يبقى عشان كده التوتال اي ام اف اللي بتتولد عندي في المكنه هي البي في ال في اوميجا في ار، ده بتاعه الكوندكتور الواحد مضروبه في زد على ايه، اللي هي زد على ايه على بعض كده هي عدد الكوندكتورز اللي في الباص الواحد. طيب يا جماعه البي انا كنت عارف ان هي بتساوي الفلكس مقسوم على الاريا، بس خد بالك مش الاريا كلها بتاعتي هتخش معايا، انا اللي هيخش معايا الاريا بتاعه البول الواحد. يعني انا دلوقتي لو المكنه بتاعتي فيها اربعه بولز فالاريا اللي قصاد هنا هي يعني هي التوتال اريا مقسومه على اربعه اللي هي قصاد النورث بول اللي فوق دي. الاريا اللي قصاد الساوث بول هي التوتال اريا على اربعه وهكذا. فيبقى احنا الاريا بتاعتنا يا جماعه اللي في المعادله دي مش الاريا التوتال، دي هي الاريا بتاعه البول الواحده. الكلام ده بيساوي فاي مقسوم على الاريا السايد اريا بتاعت الاسطوانه هي 2 باي ار في ال مقسوم على عدد البولز عشان اجيب الاريا بتاعت البول الواحد. طيب اللي اتبقى لنا يا جماعه عشان نطلع المعادله بتاعه الاي ام اف ناخد البي دي نحطها في الاي عشان نطلع نوصل للفورم النهائيه، او الاي بقى بتساوي فاي على 2 باي ار ال على بي مضروبه في ال ال في الاوميجا في ار في الزد على الاي. الار هتروح مع الار والال هتروح مع ال والبي دي هتطلع فوق وتبقى المعادله اللي انت هتحفظها بتاعه الاي ام اف بتساوي بي في زد على 2 باي ايه مضروبه في فاي في اوميجا اللي احنا كنا بنكتبها كي في فاي في اوميجا، يعني كي او الرقم الثابت ده هو بي في زد على 2 باي ايه. والمعادله دي تحفظها زي اسمك وتحفظ اثباتها لان دي معادله الانديوسد اي ام اف جوه الروتور بتاعي. ماشي يا شباب؟ ماشي يا جماعه. تمام يا باشمهندس. معلش انا هو ال 2 باي ار ال على بي دي جت ازاي تاني؟ معلش لما حضرتك حولت الاريا بتاعت البول ل 2 باي ار على ال. بص الفلكس بتاعك نازل، يعني تعال نبص على الرسمه 3 دي احسن يمكن تبقى واضحه. الفلكس بتاعك نازل كده لتحت، فالمساحه اللي بتواجهه هي المساحه الجانبيه بتاعت الاسطوانه
معترض على كده؟ لا تمام. بس خد بالك بقى ان انت دلوقتي كل بول ليها ماجنتيك سيركت لوحدها، فانت مش عايز التوتال سايد اريا بتاعت الاسطوانه دي، انت عايز المساحه بتاعت بول واحده. يبقى جيب التوتال اللي هي 2 باي ار اللي هي البريمتر ده مضروب في اللينس ده كده الاريا بتاعت اللي هي السايد اريا بتاعت السلندر كلها، وتقسمها على عدد البولز يطلع معاك المساحه بتاعت كل بول. تمام فهمتها. تمام. يعني دي اللي هي مساحه كل بول لوحدها، هي التوتال اللي هي 2 باي ار في ال مقسوم على عدد البولز اللي هو بيدا العدد بتاعهم يعني، مش صح؟ بالظبط كده. تمام تمام. طيب المعادله دي يا جماعه ما عليهاش مسائل في الشيت، بس هي جت عليها مساله قبل كده في امتحان يا جماعه، الدكتور قالت لكم في دي سي ماشين عدد الكوندكتورز فيها 500 كوندكتور، التوتال نمبر اوف كوندكتور 500، والفلكس اللي جواها 3 ملي ويبر، والمكنه دي بتلف بانجلر فيلوستي السرعه الزاويه بتاعتها الانجلر فيلوستي 314 راديان بير سكند. قالت لي احسب الاي ام اف بتساوي كام. بصوا احنا لو كتبنا المعادله بتاعت الاي ام اف هي بتساوي بي في زد على 2 باي في ايه مضروبه في الفاي مضروبه في الاوميجا، ونبص على حاجات الجيفن، الاوميجا جيفن والفاي جيفن والزد جيفن، 2 باي دي رقم ثابت، يبقى انا ناقصني البي والاي، وهي ما ادتهمش في الامتحان البي والاي بكام، بس اديتهم معلومه تانية كده يا جماعه، قالت لهم ان الروتور ده از لاب ووند روتور، يعني الروتور ده ملفوف بطريقه اللاب. فاكرين طريقه اللاب احنا كنا لسه متكلمين عنها من شويه يا جماعه صح؟ يبقى البي قد الايه مش صح؟ طريقه اللاب دي فيها البي بتساوي ايه، يعني الاثنين دول هيطيروا مع بعض، ويبقى المعادله دي تعويض مباشر فيها 500 على 2 باي في 3 10 باور نيجاتيف 3 في 314 يطلع الاي ام اف كام فولت. ماشي يا جماعه، الاكزامبل ده الدكتور بتحله في المحاضره وجابته لهم في امتحان قبل كده، وناس كتير قوي وقفت فيه لان هو مش موجود في الشيت. الكلام ده معناه ان انتوا مطالبين تبصوا على الاكزامبلز السولفد اللي الدكتور بتحلها في المحاضره عشان مهمه وبتيجي في امتحانات، ما تكتفيش انك تحل الشيت بس. ماشي تمام يا باشمهندس. طيب انا كده خلصت يا جماعه، في اي حد فيكم عايز يسال عن اي حاجه؟ لا تمام تمام يا باشمهندس. طيب اوكي. الناس كلها كتبتوا اساميكم في الاتندنس؟ ايوه. طب باشمهندس انا كنت ما امتحنتش كويز 1 والدكتور كانت قالت هتمتحنوا. ما امتحنتش كويز 1 ليه؟ كنت تعبان ما جيتش اليوم ده. ايه؟ كنت تعبان جدا يا باشمهندس اليوم ده وما جيتش الجامعه خالص. كنت تعبان جدا اليوم وما جيتش الجامعه. طيب جايب اكسكيوز للدكتور يعني، ما قالت لك تبلغني علشان اعوضه لك ولا؟ لا ولا انت وانا كنا كذا واحد، فالدكتور قالت هامتحنكم بس مش من 10، اللي معاك اكسكيوز هيمتحن من 10، حتى قالت ابعت